بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. احذر جدا من هذه الخصلة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحبها أبدا، مهما بكى، مهما صلى، مهما حاول أن يستغفر، إذا لم يجعل ذلك على أرض الواقع لا ينفع ذلك أبدا. يروي السيد حسن الأبطحي يقول: في ليلة من الليالي أردت أن أذكر فلان في صلاة الليل وأسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة، ولكن سبحان الله أشعر أن هناك من يمنعني عن ذكر اسمه، حاولت ولكن لا أستطيع. يقول السيد حسن، هذا الرجل العارف في عالم الرؤيا، رأيت إن أحدا من أولياء الله الذين أنا على معرفة به عندما كان في الحياة الدنيا، رأيته في عالم الرؤيا وقال لي: لا تدعو لفلان، فإن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له أبدا، ولو دعوت له فلن يغفر الله سبحانه وتعالى له. ثم انتهى الحلم بهذه الصورة، وعند الصباح ذهبت إلى فلان وتحدثت معه حول هذه الرؤيا، فبكى وقال: أيها السيد، إني أعاني من شيء مبتلى به أنا، وهي صفة شيطانية، كلما حاولت الخلاص منها فشلت وأخفقت في تزكية روحي منها، وأنا الآن لا أخجل بعد ذلك أنا أقول لك ما هي. أيها السيد، هذه الصفة هي النميمة، عندما أرى فلان أفضل مني، عندما أحقد على فلان ولو كان طيبا ولو كان رجلا خلوقا، أحاول أن أقلل من قيمتي أمام الآخرين، أحاول أن أوقع بينه وبين أحبائه، بينه وبين أصدقائه، إذا ما جلسوا في مكان تحدثت عنه بسوء كي ينفروا منه، أفرق بينه وبين علاقاته الاجتماعية، وأنا أتعذب بسبب هذا الأمر، أحاول قدر الإمكان أن أقلع عن هذا الأمر ولا أستطيع. صدقني، يقول السيد حسن، أردت أن أتخلص من هذا المرض لكن دون جدوى. قبل مدة كنت في مجلس وبدأت بذم رجل صالح حتى يصبح في نظر الناس شيطانا رجيما، ثم سمعت أن الناس راحوا يؤذونه أيما إذا، حتى هذه اللحظة أنا أفكر أن أوقع بينك وبين فلان، وذكر لي صديقا تربطني به علاقة حميمية، وأتفرج على تشاجركما كيف تتشاجرون فيما بينكما. يقول السيد حسن: شعرت بالرهبة الكبيرة، كيف أن الشيطان قد نفذ إليه بهذه الصورة. يقول: كتمت مشاعري، قلت له: لعل الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك لأكون سببا في تنبيهك حول هذه القضية، بأن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لك أبدا. ثم قال له: أتعرف إن النمام بمستوى من يعلن الحرب على الله عز وجل، ذلك إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي الألفة والمحبة بين الناس، أما أنت فتريد أن تحطم أواصر هذه المحبة والألفة بين القلوب. الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون المؤمنين كالبنيان المرصوص، وأنت تحاول أن تفرق هذا البنيان المرصوص. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى المحبة والألفة، وأنت تدعو إلى الكراهية والحقد والضغينة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: لما أسري بي رأيت امرأة رأسها، أو رأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنها بدن حمار، وعليها 1000 لون من العذاب. فسأل جبريل عليه السلام ما كان عملها، فقال: إنها كانت نمامة كذابة. الشخص الذي يحاول أن يفرق بين الزوج وزوجته، مرأة تحاول أن تفرق بين الزوجة وزوجها، شخص يفرق بين أب وأم وأولادهم،
شخص يفرق بين أخ وأخيه، بين صديق وصديقه، إلى غير ذلك. فهذا يحشر بهذه الصورة: الرأس رأس خنزير، والبدن بدن حمار، وعليه ألف ألف لون من العذاب، أي مليون نوع من العذاب. ولذلك نجد إن النبي صلى الله عليه وآله قد حذر من ذلك كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله: شرار الناس من يبغض المؤمنين، أو من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. هؤلاء شرار الناس، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، أولئك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لا يدخل الجنة مشاء بنميم أبدا، لن يغفر الله سبحانه وتعالى يعني له أبدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. لذلك هذه الخصلة حاول أن تتخلص منها، فنحاول جميعا أن نتخلص منها. قضية أن نكون من شر الناس الذي هم يفرقون بين الأحبة، الذين يوقعون البغض والحقد والكراهية بين الزوج وزوجته، بين الآباء والأمهات والأولاد، بين الأخ وأخيه، بين الجيران، إلى غير ذلك. هذا الرجل قد اتعظ وبكى أكثر من ليلة على ذنوبه الماضية ثم تاب من ذلك، فإن باب التوبة مفتوح دائما وأبدا. فاترك هذه الخصلة قدر الإمكان، ولا تجربها ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى لا سمح الله لن يغفر لك بعدها أبدا، حتى تتوب توبة نصوحة منها. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم، في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام. بخصوص الأخوة والأخوات الذين يبعثون برسائل كثيرة حول القضايا المتعلقة بحياتهم اليومية، سواء من مشكلات وسواء من طرق مجربة أو علاجات إلى غير ذلك، فنحن قدر الإمكان نبحث عن إجاباتهم، ولكن من قبل علمائنا الأعلام، من قبل أئمتنا الطيبين الطاهرين. لذلك في كثير من الأحيان نتأخر، في بعض الأحيان أخذ وقت على يعني مجرب واحد أو علاج واحد، ربما يأخذ مني وقت يعني لساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات ولم أجده يعني. لذلك نعتذر لكثير من أمهاتي يعني الغاليات، آبائي الأعزاء، عندما يبعثون حول علاج أو حول قضية معينة فأتأخر عليهم، لأن الأمر يأخذ ساعات ونحن نبحث عن المصدر الصحيح وننتظر الإجابة من علمائنا الأعلام. وفي خدمتكم برنامج صباحات ولائية، من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.